تلقاي سرطان ثدي، سرطان عنق رحم، سرطان في العائلة واحدة تلقاي شحال من واحد. أكيد هي خلايا سرطانية خاملة، واش قلنا؟ خلايا سرطانية، والعضو اللي جات فيه تتسمى عليه هذو الخلايا مسرطنة. ولكن مليح انه نتوما كفتيات امهات المستقبل تولي عندكم ثقافه تاع الروح نكشف ماشي غير مثلا اكتوبر. مفهوم بنياتي واش قلنا؟ العامل الاول هو يلا واش هو؟ ستريس القلق. العامل الثاني اللي هو الوراثه. نروحوا للعامل الثالث وهو عامل مهم جدا 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 جدا، وكانت غانتوما على بالي شكون هنا. النظام الغذائي، الغذاء، لا نوتريسيون، الغذاء 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 الغير متوازن هو من اهم الاسباب اللي راه يسبب لنا السرطان، واللي كانت الدافع الاساسي لارتفاع هذا المبهر كيفاش يقولوا حاجه نيجاتيف، الارتفاع الهائل لهذه الارقام، ارتفاع قياسي لهذه الارقام في السنوات الاخيره. على النظام الغذائي تاعنا كامل تبدل. بكري كنا ناكل النعمه الحيه. وشنو النعمه الحيه؟ معناتها النعمه اللي يغرسوها في الارض، يخدموها يماتاتنا ولا جداتاتنا بيديهم، ما كاش فيها المواد الحافظه، كل شيء بيو، ما كاش فيها مواد حافظه. المواد مونتي سي مونتي 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 الميل الى ما لا نهايه. البصل، الثوم، المكسرات، الحاجات المهمة أنا اسمه لسولدا. لسولدا هما كما نقولوا الجيش تاع الصفوف الأولى فضل، اللي هما الأغذية التي لونها برتقالي. بنتي سمعتيني؟ هذه معلومة ممكن تشوفيها اليوم معك. أغذية اللي لونها برتقالي، كوابة، زرودية، العدس الأحمر، أي غذاء لونه برتقالي زيد سلطة. واش رأيكم؟ كنتوا تعرفوا هذه المعلومة؟ أي غذاء، الكركم، تشينا، أي غذاء لونه برتقالي يعمل عمل الصفوف الأولى من الجيش، لي سولدا تاع الماكرا. معناها يكون عندنا مساعد. سيدنا يونس عليه السلام واش أنبت عليه ربي سبحانه كي خرج من بطن الحوت؟ كوابة يقطينة، واش يقطين؟ هو الكوابة. تفضلي.
شفتوا الحمضيات هي داخله في الحمضيات، حنا رانا نهضروا دوك على الوقايه. وي مقبل وي الحمضيات ممنوع عليهم لي كونسيرون اكيد. فهمنا المعلومه هذه دخلوها في راسكم. نزيد نعطيكم استوس باغزومبل، اللي عندكم اللي عندهم في العائله انسان دار العمليه وخرج من العمليه، واش نعطولو حنا جينيرالمون الماكله تاعو؟ البويون. بويون واش يكون فيه؟ لحم، بطاطا، كرجان، نانا، فوالا. شنو هو السبب الاخر؟ قلنا الوراثة، قلنا القلق هو الاول، قلنا الوراثة، قلنا النظام الغذائي. السبب الرابع معنيات، مي كاين اسباب اللي كيما نقولوا بالعامية تطور هذوك الخلايا اللي راهي خامله. هذيك الخلايا اللي راهي خامله راهي قاعده تستنى لا مواندر دي شوز، اقل شيء، اقل فرصه، اقل فرصه اللي ديروها نتوما، اقل فرصه باش ينوضوا ويديروا يديروا خدمتهم والخبط تاعهم على سكو. سي بور سا اللي نقولوا سرطان خبيث، مرض خبيث. الوغ كي نتفاداو هذيك الاسباب، باش نتفاداو هذيك الاسباب ولا العوامل المؤثره، كي نتفاداوهم ماشي نتفاداوهم وخلاص، نديرو الكشف المبكر وهذيك